يعني بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا جماعة؟ والله وحشتوني جدا جدا. النهاردة ان شاء الله تبقى محاضرة مهمة جدا جدا عن الهيت ديتكشن، بس مش من منظور الهيت ديتكشن اللي سمعت عنه قبل كده ومراقبة الشياع والكلام ده، لا، من منظور متطور شوية. هنخش كده في انترودكشن سريع، يعني ايه هيت ديتكشن، يعني ايه شياع اصلا للبقرة، ايه اللي حصل في السنوات الاخيره، ايه اللي اتغير، كل ده هنعرفه المحاضره دي. وطبعا يعني الكلام اللي بقوله كل مره ان بيكو اكاديمي دي هي بيكو انتو، واي حد عنده اي حاجه مفيده واي حد عايز يتكلم عن حاجه هتفيد الناس يكلمني فورا، ودي مساحته يقدر يتكلم فيها ويناقش فيها ما دام الحاجه هتبقى مفيده وهتفيد الناس كلها. طيب، طبعا موضوع مراقبه الشياع ده موضوع في منتهى الاهميه، وهو اساس استدامه واستمراريه المزرعه عندك. وكل بقره بتعدي وما بتجيبهاش في الشياع هي بتسبب لك خسائر، وخسائر كبيره جدا في المزرعه. كل بقره عدت الفولانتري ويتنج بيريود وحضرتك ما استفدتش بشياحها وما تلقحتش وتثابت، دي تعمل لك مشكله كبيره جدا جدا جدا. اتذكر اول، يعني اول ما رحت اشتغل في المزارع وكنت بلف وسط البقره، الاقي بقره واقفه تحت وبقره ثانيه بتطب عليها فوق، ببقى مستغرب ايه ده؟ ايه ده؟ ده هو ده الشياع، فاهم؟ هو ده الشياع اللي كانوا بيقولوا لنا عليه في الكليه، واحنا درسنا في الكليه الشياع من منظور علامات ومن منظور انيمال بيهيفير ومن منظور ازاي نقدر كدكاتره نعرف علامات الشياع ونعرف امتى نجيب البقره شياع. لكن العلم التطبيقي حاجه تانية خالص خالص غير اللي احنا درسناها في الكليه. الكليه ادتنا اساسيات، سواء في زراعه او في طب بيطري، ادتنا اساسيات ولازم نعرف ان المزارع اللي لسه عندها طلوقه وموجود فيها طلوقه، وعلى فكره دي مزارع كتير جدا في امريكا لسه عندها طلوقه، بتسيب طلوقه في وسط المزرعه، او في مزارع في اوروبا اقل حده شويه لكن ما زال طلوقه موجود، فدي مزارع هي ما عندهاش مشكله. هو الطلوقه ربنا خلقه انه يقدر بيبقى فيه اكتر من طلوقه طبعا، وبيبقى بي بي هو بيقدر يحدد الشياع بتاع البقره وبيلقحها وخلص الموضوع على كده. لكن كبلد عندنا هنا في مصر احنا مش قادرين اصلا نعمل ديتكشن للامراض ونعمل ديتكشن للكلام ده كله، فبنعتمد على التلقيح الصناعي. وفي الايام مجرد ما رحت المزارع، كان ساعتها كان مثلا في مزرعه كان يلم البقر الفاضي كله ويحطه في حظيره ويبتدي ان هو يحقنهم، ويبتدي ان هو يقول للعامل اللي هو كشاف الشياع افضل اعيد لي بقى في الحظيره دي، تمام. وبعد كده العامل ده يقوم الدكتور رايح يحصن، يوم يناديه مش عارف في حظيره بتطلع، يروح يساعد بتاع المحلب ويمشي، يروح يتغدى ويرجع. نفس الكلام بيحصل بتاع بالليل، بيبقى ما بتبقى هل كنت اصلا شغل عالج البقره دي، اعمل البقره دي، اعمل مش عارف ايه. فكان طبعا في حاجات بتعدي، ده كان يتلقح اللي يتلقح، وبعد كده اللي بعديه بيجي يقوم ياخد جرعه هرمون ثانيه، واللي يشيع منهم وهكذا، وهلم جره، تمام. ثم بعد كده في المزارع المنظمه اكتر بيبتدي ان هو بعد 45 يوم من الولاده او بعد 60 يوم على حسب الفولانتري ويتنج بيريود اللي احنا شرحناه قبل كده في المحاضرات، يبتدي ان هو يدخل البقر ده برامج، تمام. وكانت الدنيا ماشيه، كان ساعتها ازازه الهرمون ب 200 جنيه 250 جنيه، بتكفي 20 بقره 300 جنيه. لكن حاليا مع نقص الموارد ومع غلو الهرمونات ومع 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 ومع، اصبح الموضوع مكلف جدا 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 ان انت تجيب البقره في الشياع. واصبح الموضوع مكلف اكتر ان هي تتجاب، ان هي تشيع وما تتجابش. واصبح الموضوع مكلف اكتر واكتر ان هي تتجاب شياع وتتلقح في ميعاد غلط، تمام، وان هي ما تمسكش بسبب الميعاد الغلط ده، سواء اتلقحت بدري جدا جدا او اتلقحت متاخر جدا جدا جدا. فعشان نحل حاجه زي كده بقينا لو الكمبيوتر فيه، لو المزرعه فيها سيستم بتسجيلات او شيت اكسل او او او
والدكتور شاطر او المهندس اللي موجود في المزرعه شاطر، كان يجي يشوف البقر المتلقح من 18 ل 21 يوم، ويبتدي ان هو ياخد الابقار ديت، ويبتدي ان هو يدي الليسته بتاعت البقر ده للعامل الكاشف الشياع، ويقول له والنبي راقب لي على راقب لي او بص لي على البقر الشياع ده وشوفه. تمام، برضو كانت نسبه كمان بتتجاب اكتر شويه، ومع مراقبه الشياع، مع مثلا ان انت تحفز العمال تديهم مكافئات ان هم يجيبوا لك شياع. ورغم كل ده برضو كانت نسبه الشياع او اللي هو الهيت ديتكشن ريت اللي احنا اتكلمنا عليه المره اللي فاتت، اللي احنا قلنا ده البقر اللي متاح للتلقيح اللي عدى الفولنتري ويتنج بيريود. تمام، بنقسم البقر اللي جه في الشياع على البقر المتاح للشياع، هي دي الهيت ديتكشن ريت، وبتتعمل قلنا اتفقنا ان هي كل 21 يوم. تمام، وكان بكبرنا قوي، بتلاقي المزرعه جابت 65% 60% مع وجود سيستم مراقبه شياع كان ممكن يعدي 90%، ودي حاجه كويسه. طيب الموضوع طبعا بدأ يتطور اكتر، اصبح بقى فيه وسائل تانية لتحديد الشياع هنتكلم عليها. المهم ان الموضوع كل يوم فيه جديد. طيب لو نتذكر المحاضرات اللي هي العشرة وال11 وال12، اتكلمنا فيها عن الجيناتيك ميريتس وازاي ان البقر الجينات بتاعته تطورت وبقت اكتر رايحة ناحية الانتاج وناحية اللبن وناحية ان هي تجيب لبن وناحية ان هي، فبالتالي البريدنج فاليو بتاع الفيرتيليتي عامه نزل من 7.1 سنه 1965، نزل في 2015 لبلس 1.4، واقل نسبه دوتر بريجننسي ريت اللي هي عده عوامل كتيره جدا 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 عشان تطلع المعادله ديت، نزل لنيجاتيف 1.1، وحاليا في طلائق وطلائق كويسه جدا 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 في اللبن وفي باقي الصفات، ممكن تلاقيها نيجاتيف 2.7، ممكن تلاقيها نيجاتيف 3، ممكن تلاقيها نيجاتيف 4، ورغم كده بنستخدمها لان بقت الموضوع في الجيناتكس بتاع البقر بدا ان هو يقل كل شويه. لكن ده تعوض الحمد لله، هوبفلي تعوض في ان احنا بقينا بنحسن الصحه العامه بتاعت البقر، ما بقتش البقره بيجي لها ميلك فيفر زي زمان، ما عادتش البقره بيجي لها كيتوزيس، ما عادش بيجي لها ابو ميزل ديسبليسمنت، فبالتالي البقر بقت حالته الجسمانيه افضل، فاصبح الكونسبشن ريت بتاعه افضل، مع الاهتمام بوزنه وتغذيه العجلات الفيرتيليتي اتزقت لقدام الحمد لله كويس، مع طبعا الكاو مانجمنت سيستم والكاو الفير والكاو كومفورت اللي بقينا بنراعيه في المزارع، وان الحيوان يبقى مرفه مع سيستم التبريد مع 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 الحاجات دي كلها، ادت ان هي اتحسنت وظائف التناسليات في المزرعه واتحسنت اكتر. تمام، مع كمان زياده استخدام البرامج، برامج تنظيم الشبك او برامج السنكرونايزيشن زي الجي بي جي وزي البري سينك اوفي سينك وزي جي 6 جي وزي الفايف داي سينك واستخدامات السيدر والحاجات دي كلها، بدانا ان احنا حتى لو المزرعه الهيت ديتكشن ريت بتاعها او تغلبنا على مشكله كشف الشياع بان احنا بنعوضها بالهرمونات، لكن زي ما انا قلت لحضرتك الموارد اصبحت محدوده حاليا. اصبح دلوقتي كمان ان احنا بنعاني ان ممكن عدم كشف الشياع ده يزود لك الفتره بين الولادتين، الكافنج انترفال بين كل بقره وبقره، وده بالتالي برضو بيسبب لك خسائر اقتصاديه لا حصر ليها. تمام؟ واصبح ان احنا دلوقتي حالا مع زياده الانتاج ومع ان البقره دلوقتي بقت اقل من متوسطات 25 30 كيلو، اكتر كمان من 30 كيلو 35 كيلو 40 كيلو، اصبح البقر ما بيبينش علامات شياع زي زمان. كل ما البقره زاد انتاجها كل ما علامات الشياع بتاعتها اللي انت تقدر تشوفها بعينك في الحظيره واللي انت تقدر تميزها قلت، وده احنا بنشوفه كتير ان انت ما عينتش دلوقتي في مزارع مثلا يقول لك انا ما بشوفش شياع اول 30 يوم من الولاده، ما بشوفش شياع اول 50 يوم في الولاده، اول شياع مثلا لو انا سبت البقر من غير برامج بيبتدي ان هو يبين لي الشياع على ال 70 يوم على ال 60 يوم. اصبح الموضوع مكلف جدا جدا جدا، واصبح ان انت لو اعتمدت على عينك مش هتكسب، ولو اعتمدت على الهرمونات برضه مش هتكسب، لان انت مش عارف البقره دي قوه شياعها عامل ازاي. كل ما البقره عبرت عن شياحها بطريقه اقوى وبقت
بتشافها قدام عينيك ومتقطعه من ورا من ظهرها متقطع من كتر النط عليها، كل ما عالي الكونسبشن ريت بتاعها كل ما في سكسسفول كونسبشن. طيب الشياع هو عباره عن ميكس ثلاث عناصر، في حاجات جايه من البقره نفسها، وفي حاجات جايه من الحظيره والمانجمنت سيستم بتاعك، وفي حاجات قايمه عليك انت شخصيا كواحد بيدير. فالكاو فاكتور زي ما احنا اتفقنا ان البقره جايه في استرس، الهيت سايكل بتاعها مظبوط، بتشيع كل 21 يوم، كل 18 يوم، كل 23 يوم، كل 21 يوم، تمام. البقره مش ما كانتش داخله في كيتوزس ومتبهدله، ولا كانت ولا مرت عليها حاجه زي النيجاتيف انرجي بالانس والكيتوزس والفاتي ليفر والحاجات دي اللي احنا شرحناها قبل كده في محاضره الرومينيشن. الرحم بتاعها سليم، ما فيهوش صديد، ما فيهوش اندومترايتس، ما فيهوش الكلام ده كله. رجولها كويسه، فبالتالي بتسمح للبقر ان هي بتعرف تنط، وبتسمح للبقر ان هو ينط عليها. عضلاتها كويسه، والكلام ده كله اللي احنا شرحناه قبل كده في محاضرات سابقه. وان في ستيميليشن، يعني انت مثلا ما تروحش تحط بقره فاضيه في وسط حظيره كلها 10 تقيل. البقر ال 10 تقيل طبيعي ان هو هيبقى خايف على نفسه ان هو ينط، خايف على نفسه ان هو يلعب. البقره دي هتبقى سورس الازعاج بالنسبه له في الحظيره. ما تروحش تحط بقر كبير مع عجلات صغيره، حتى لو البقر ده استبعاد، البقر ده ممكن ينط على عجله يكسرها خالص، تخيل 700 كيلو ينط على عجله وزنها 380 كيلو ولا 360 كيلو، تمام. ما اروحش احط في حظيره مثلا البقر فيها مش قادر اصلا يتحرك، مثلا زي حظيره العرج، واقوم رايح حاطط فيها افتكر ان الحظيره دي هعرف اجمع منها شياع، لا، البقر مش هيبين علامات شياع، فاصبح الموضوع صعب ان انت تكشف الشياع. ودي اللي هي اللي احنا بنسميها الكاو فاكتور. وفي الشيت فاكتور او اليارد فاكتور، اللي هي ان اصلا لو انت الحظاير عندك مش متشافه وفيها سور في النص مبني ولا معموله على سور، جدارها سور او ما فيش ضوء، الناس تقدر ان هي، خلي بالك وقت الاضاءه في الحظيره مهم جدا جدا لهرمونات البقره عشان تبين شياحها، تمام. اقل حاجه تبقى من 16 ل 18 ساعه في اضاءه في الحظيره، اللي هي ساعات الصبح وساعات بالليل، الدنيا ما تبقاش كلها كحل، تمام. بجانب الارضيات بتاعت الحظيره، تخيل مثلا ارضيه البقر مغروس فيها زي معظم المزارع في مصر في الشتاء، طب دي هتبين شياها ازاي؟ هتعبر عن شياها ازاي؟ الموضوع صعب جدا. نفس الكلام زي ما بقول لحضرتك، لو الحظاير مش متشافه كحل بالليل، الاسوار عاليه عليها، الكلام ده كله دي حاجه بتخليك عايقه ان انت تشوف البقر نفسه اللي في الحظيره. كل دي مشاكل كتيره جدا جدا ما تخليكش ان انت تفهم الشياع بطريقه مظبوطه. تاني حاجه بقى، تالت حاجه اللي هي الـ الانسان، الناس اللي بتدير البقر، هل الناس دي اصلا عارفه ايه هي علامات الشياع؟ هل هي عارفه ان هي لو جابت البقره دي وهي لسه بتشمشم في الاول، ده هياثر على قرار الدكتور او الملقح اللي هيلقح، فبالتالي هو هيلقح بدري، او هو مثلا سايب الحظيره دي اليوم كله وجايب لك الحظيره، جايب لك البقره دي شياع متاخر، فبالتالي هو اثر على طريقتك. هل الناس اصلا اي قرفانه من الشغل في المزرعه، ما بتتغداش كويس، ما بتاكلش كويس، الكي بي ايز الهيومن ريسورسز اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، هل الناس دي احنا عاملين لهم موتيفيشن وسايبينهم ويقدروا ان هم يجمعوا الشياع ويقدروا ان هم يلموا البقر الشياع ولا لا، تمام. فكل دي حاجات، العماله المدربه، العماله الموتيفيتد، المراقبه، الدكتور مش نايم طول النهار او المهندس نايم طول النهار في الاوضه عنده ومستني الناس تجيب له الشياع في الحظاير، مش هيحصل الكلام ده. انت لازم تقعد على تكبس على، احنا كنا ساعات بننزل نراقب احنا بنفسنا الشياع بالليل، تمام، لان عارفين ان هيبقى فيه ديفكت، واحنا كل بقره عايزين نجيبها بسرعه عشان نلم الموسم بسرعه. فاصبح ان احنا نفهم ايه هي الثري ستيجز بتاعت الشياع مهمه جدا جدا، ونعرف ايه هو انسب ميعاد للتلقيح مهم جدا جدا. فمثلا البقره في البري استرس دي بتبقى البقرتين مثلا، ممكن بقره واقفه في وش بقره وبقره واقفه في ظهر بقره، الاثنين قاعدين بيشمشموا في بعض، فيجي العامل يوم يجيبها لك ايه؟ يقول لك دي شياع، تمام؟ طب هي شياع فعلا او طب انهي بقره فيهم؟ هو طبعا عمره ما هيعرف، فيقوم يجيب لك الاثنين، فبالتالي انت تطلع البقرتين الصبح، تمام؟ تبص تقوم تلقح البقرتين وهي طالعه من الزناقه، تقوم تبص تلاقي بقره ثانيه متنطط عليها، تمام؟ ضيعت البقره، يعني انت دلوقتي اديت التلقيحه دي فيري ايرلي جدا، مثلا هي جايه مثلا هو جابها الساعه 12 بالليل،
تمام، وجيت حضرتك بعد 6 ساعات ولقحت البقرة. لا ده كده بدري قوي، لا المفروض مثلا تتلقح على 12، على 1، على 2، على 3 العصر. فاصبح ان انت ضيعت فرصه كبيره جدا لو هو جابها لك شيئا في البري استرس. افضل عادي ان هو يجيبها لك في الاسترس وهي ستاندنج. طب هي بدات ستاندنج عندي، هي بتقعد فتره طويله جدا جدا في ستاندنج. امتى البيك بتاع الستاندنج ده؟ امتى البيك بتاع البقره واقفه وهي خلاص هي دي الفتره اللي انا المفروض اجيب فيها الشياع، تمام؟ او راح جابها لك بعد كده وهي في الايه، في البوست استرس، البقره تيجي تنط عليها من فوق، تبص تلاقيها الثانيه مش واقفه لها، بتجري من تحتيها، فبالتالي جابها لك متاخره جدا. ممكن تكون البقره دي مثلا بقى لها اكتر من 20 ساعه، من 18 ساعه، خلاص ده الاوفيوليشن هيحصل، تمام؟ فبالتالي عقبال ما السبرمات او الحيوانات المنويه توصل للاوفا دي الوقت اتاخر، فبالتالي انت جبتها متاخره، فبالتالي مش هيحصل سكسس، هتبقى الاوفا بقت ايجد والسبرمات ضعيفه، فبالتالي الجنين ده هيبقى ضعيف، فبالتالي الجنين ده مش هيكمل، بالذات في ايام الصيف اللي احنا فيها دي، تمام؟ فلازم تبقى عند حضرتك الهيت النمبرز، تحول الشياع ده لارقام، تمام؟ البقره بتبين علامات الشياع حوالي 12 ساعه ان ذا فورم اوف بولينج. يعني ايه بولينج؟ اللي هي اللي احنا اتكلمنا عليها في اللي هي علامات الاسترس، لو ماونتنج ستاند، لا واقفه، تمام، قاعده بتنعر، قلبه الدنيا في الحظيره، ساعتها طب قلبه الدنيا في اوله ولا في اخره؟ كل ده انت مش هتعرف تحدده. طيب 90% من البقر اللي بيبين شياع بينط على باقي البقر، ده حاجه حضرتك لازم تعرفها. انما الهيت والهيد ماونتنج اللي هي دي بتقعد حوالي 6 ساعات، والافرج من 2 ل 8 ساعات، يعني فرصتك ان انت تجيب البقره دي شياع عندك 6 ساعات، هم دول اللي لازم تجيب فيهم البقره دي شياع. طب هي جت في اول 6 ساعات ولا في اخر 6 ساعات؟ عمرك ما هتعرفها. طيب 50% من البقر، بالذات البقر الحلاب اللي بيبقى راجع من المحلب وتعبان ومشوار المحلب والكلام ده كله، هو ده اللي هيحصل له ماونتنج. يعني انت لو عندك 100 بقره شياع هم كلهم شائعين، 50% بس منهم هم اللي ايه؟ اللي هيسمحوا لباقي البقر ان هو يعمل لهم ماونتنج، الباقي يا اما هيبقى قاعد بيكتر، يا اما قاعد، يا اما مش في دماغه، يا اما رجليه تعباه، يا اما هو اصلا وزنه تقيل، يا اما هو حاجات من هذا القبيل. 40% من البقر اللي هو اللي ما سابش البقر will not display a standing heat، والكلام ده على فكره موثق ومكتوب في ابحاث وهبعتها لكم، تمام؟ و70% من اثر الشياع اللي بيجي من 7 بالليل ل 7 الصبح، اللي هي الفتره اللي هي بين تسليم الورديات، اللي هي العامل ده بيسلم العامل ده الورديه بتاعته، تمام؟ ايه يا كوخ؟ يلا خدي خدي اختك تخش جوه، يلا بالراحه بالراحه بالراحه، تمام؟ بيبقى الموضوع صعب جدا في الفتره دي، بيبقى العامل بالليل، طب انا هاخد ساعتين راحه في النص، طب انا هاخد 3 ساعات راحه في النص، طب انا مش عارف ايه، طب انا اصل انا هشرب شاي، لا اصل انا هيقعد شويه يتكلم مع بتاع الميكسر ويقعد شويه يتكلم مع بتاع، خلصت ال 12 الورديه بتاعته، ال 12 ساعه دول عدوا هوا، وفي الاخر هو ما راقبش نص الشياع، تمام؟ طبعا كل ما حضرتك بتقعد بقى بتتاخر، كل ما في بقر كتير قاعد بيتاخر معاك في الشياع، كل بالذات حظاير الانتاج العالي، كل ما البقره بدات ان هي لبنها زاد، بتجيب لك من 25 30 40 كيلو، الكلام ده كله يا دوبك هم 5 ساعات بس اللي هتبين فيهم علامات الشياع. فاصبحت العمليه مرهقه جدا 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 جدا، بقر كتير بيشيع وانت ما بتجيبوش. طب لو شاعت قبل البرنامج بيومين، طب نعمل ايه، نلقح ولا ما نلقحش؟ طب بقت اسئله مرهقه وملهاش اجابه، حقيقي ملهاش اجابه. يعني انا دلوقتي لو دخل بقره وهي المفروض هتتلقح مثلا بكره، تمام، وهي جت في الشياع ومحدش شافها، هل هتمسك ولا مش هتمسك؟ انا اتحدى حد يرد على السؤال ده، هيقول لك اصل ده تايم اوفيوليشن. طب تايم اوفيوليشن يا عم، طيب ماشي بقى، ما خلاص ما حصل اوفيوليشن اصلا، هي كانت شائعه قبل كده. فالموضوع بقى مرهق جدا، وفي المزارع الكبيره الموضوع بقى اكثر تعقيدا. المزارع الصغيره سهله، لكن المزرعه الكبيره ها اللي هي معظمها انتاج عالي فوق 25 وال30 كيلو وال40 كيلو وال35 كيلو والكلام ده كله، والبقره هي دوبك 3 ساعات اللي بتبين فيها علامات الشياع وخلاص وخلصت، وهتروح تقعد عشان تفطر عشان داخله تحلب تاني بعد كده، غير شويه الوقوف على العلفه، غير مش عارف ايه، غير ساعتين على الهيد لوك، غير مش عارف ساعه على مش عارف ايه، غير ساعه جروبنج، غير ساعه مش عارف المهندس بيعمل جروبنج، غير ساعه مش عارف في المحلب، غير
الوقت بتاع البقره اصبح مش واضح، تمام؟ وهنا اصبح عندنا ان احنا لازم الصوره دي لازم تبقى في ذهن حضرتك، تمام؟ زي ما شايفين في الجراف ده، البريجننسي ريت بالمقارنه مع الساعات، من ساعات بيان الاسترس او بدايه الاسترس بتاعتنا، تمام؟ طب لو حضرتك لقحت تو ايرلي، البريجننسي ريت هيبقى مش عالي قوي 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 قوي. لو حضرتك لقحت تو ليت، زي ما حضرتك شايف البريجننسي ريت بيبقى قليل نتيجه الايدجنج بتاع السبيرم نفسه او الايدجنج بتاع الاوفا نفسها. فاصبح في حاجه اسمها الاوبتيمم تايم فور ارتفيشال انسيميشن. يعني ايه اوبتيمم تايم فور ارتفيشال انسيميشن؟ يعني انسب ميعاد للتلقيح، وهو اللي بيبقى بعد الشياع من 8 ساعات ل 16 ساعه. طيب امتى بقى البقره دي فعلا بدات شياع؟ الله اعلم، الله اعلم، واتحدى حد يبقى عارف. كل المزارع اللي ماشيه من غير سيستم هي ماشيه كده بالبركه. انت شايف البقره دي نط على دي، هوب اكتب في الورق، اكتب في الورق، اكتب في الورق، دي بتشمشم اكتب في الورق، دي مش عارف ايه اكتب في الورق. طيب لازم نعرف برضو حاجه تانية مهمه جدا جدا. لو بصينا في الـ دي خريطه الاوفرز، تمام؟ طول ال 21 يوم بتاع بتاعه الاسترا سايكل او الدوره بتاعه البقره. في العجلات طبعا بتبقى اقصر شويه، ممكن تبقى 18 يوم، ممكن تبقى 19 يوم، في بعض الابقار ممكن تبقى 24 يوم 23 يوم. شيء طب دي البقره دي انهي نوع منه؟ عمرك ما هتعرف حاجه زي كده غير لو معاك سيستم شياع بيراقب شياع البقره ويقول لك الفرق بين الشياعين قد ايه؟ جت هنا امتى وجت هنا امتى؟ وهنا احنا عندنا كذا هرمون متداخل مع بعض ومتشعب مع بعض عشان الاسترس دي تكمل، تمام؟ وعندنا مثلا حاجه زي في اليوم ال 15، تمام؟ ممكن يحصل لك حاجه زي فولس استرس. يعني ايه فولس استرس؟ الاستروجين اصلا عالي في الفتره دي. الاسترس عالي في الفتره دي، ايه اللي هيحصل؟ البقره ممكن يبقى فيه ديستربنس فتقف، بس ما فيش اوفيوليشن، اللي هو مثلا في حاجه اسمها ماتيور فوليكل او اللي هي الدوميننت فوليكل في الفوليكولار ويفز، تمام؟ خليها البقره في استروجين زياده، فالبقره مثلا يتنط عليها، فالعامل يوم يجيبها، بس هي مش شياع، هي مش شياع حقيقي. دي عمرها ما تتعرف من غير ما تبقى عارف الهيت اندكس او اللي هي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها قوه الشياع بتاعها عامل ازاي، تمام؟ فالموضوع محير، الموضوع فعلا يا جماعه صعب، الموضوع صعب بتاع مراقبه الشياع. وللاسف تبص تلاقي عيل صغير في المزرعه، تمام؟ عنده لسه او لسه متعين في المزرعه، وتقول له روح راقب لي الشياع. مراقبه الشياع عايزه واحد فيري 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 تكنيكال وعلى درايه بعلامات الشياع، وشاف بقر كتير شايع وعارف امتى يقول لك لا دي يعني هروح لها بعد ساعتين ابص عليها، دي لسه بتشمش، دي لسه مش عارف بتعمل ايه، دي لسه بتعمل ايه، دي لسه بتعمل ايه، تمام؟ فالموضوع بقى يعني واخد بالك. فانا انصحك ان انت تشوف الخريطه دي بحيث ان انت تبقى فاهم البقره. في نفس الوقت عايز اقول لحضرتك ان بعد الشياع بست ايام بيبقى الكوربس لوتيم او اللي هو الجسم الاصفر ده بيبقى ماتيور، جاهز ان هو ان انت ممكن لو حقنتها بروستاجلاندين تشيع تاني. فبالتالي انت محتاج بيانات للبقره دي شاعت قبل كده امتى. فكل ده انت هتعرفه ازاي؟ عمرك ما هتعرفه. طيب في حاجات كتيره، ادوات اللي اتطورت، كانت في حاجات قديمه وفي حاجات جديده للتكنولوجي، كل شويه بتتطور. كانت بدات زمان ان هم كانوا بيلزقوا الشريط كده، حاجه زي حاجه اسمها كمار، او بيمسك القلم اللي هو بتاع التعليم بتاع الماركر ويدهنه على ديل البقره. اعتقد دكتور محمد رديتك قلم من الاقلام دي، معرفش يعني استغليته ولا لا. حصل حصل. طب ايه 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 الفيدباك بتاعك عنه؟ احكي لنا كده. هو الحقيقه انا ما استلم يعني ما استخدمتوش، عشان يعني انا كنت في الاخر بقى في اخر الموسم وكده، ويعني تعبان فاضي كتير. أوه. يعني دخل معتمد على البرامج في تلقيح البقر. طيب يعني انا عايز اقول لحضرتك ان القلم ده ممكن ان هو يدين على ديل البقره بالطريقه اللي زي ما حضرتك شايف كده في المنطقه دي، تمام؟ لكن ساعتها بقى بيبقى فيه كذا عامل. الراجل اللي مسك القلم وعمل ماركينج على التيل ده، تمام؟ كان هل علم علامه غامقه؟ طيب البقره دي بقى بتدخل في المحلب والمحلب كله متزنق على بعضه، فالبقره دي مريحه دقنها على ديل البقره دي فتمسح، فيدي لك كشف شياع غير صحيح.
او ان هي 15 يوم زي ما قلت حاجه، او من 11 ل 15 يوم في اللي بعد الشياع بتاعها، فبس يا دوبك اتنط عليها مره ولا بتاع، ولا جريت من تحت بقره فقامت البقره مسحت الشياع ده. وممكن ان انت تشوف مثلا انت معلق من كل حاجه، لكن البن ما يتمسحش جامد او يتمسح نص نص، فاهم؟ اصبح الموضوع برضو محير، طب انا هستخدمها ولا لا. نفس الكلام برضو في اللي هو في الشريط اللي بيتلزق بالغيره ده، ممكن يقع يعني، هو ممكن يقع، ممكن بقره تانية تنط عليها وما تمسحوش، لان بيحتاج كذا نط عشان يتمسح، عشان اللون ده يتمسح، فاصبح الموضوع محير. طيب مع تطور الوقت بدا يبقى في كاميرات تراقب البقره، تمام، ويقعد بقى يعمل زوم اوت وزوم ان ومش عارف ايه عشان يشوف رقم البقره او بالشكل بتاعها او او او، طبعا ده في القطعان الصغيره. واصبح دخل دلوقتي حاجه برضو في اجهزه تانية ببروب كده، بتقوم تدخل في الفاجينا بتاعت البقره، بتقيس بيبقى في ميوكس طبعا في الفاجينا بتاع البقر اللي هو الشياع، بتقيس حاجه زي تردد التيار الكهربائي في الاسترس فلويد دي، وتقدر ان هي تقول لك هل البقره دي في الشياع ولا لا، تمام. لكن حاجه مرهقه جدا ان انت كل يوم تقوم تدخل البروب ده من الفاجينا دي للفاجينا دي، وغير ان هي ممكن تنقل امراض كتيره جدا جدا جدا، لازم تطهر البروب من بقره لبقره. ثم بعد كده ربنا ارسل لنا او الانسان ربنا هداه لاستخدام حاجه زي البودوميتر اللي بيتحط في الرجل، لكن برضو البودوميتر فيه مشكله كبيره، ان لو عامل جري ورا بقره او بقره اتغيرت من حظيره لحظيره هتسجل حركه اكتر من حركتها المعتاده في اليوم، فاصبح ساعتها برضو هيطلع لك شياع غير صحيح، بقره جريت، فبالتالي هتطلعها تعمل عليها ستريس وتفحصها، تبقى انت واقف قدامها مش عارف، فما نزلتش فلويد. في بعض الدكاتره تقوم تدخل ايديها بالجوانتي وتشوف فيه فلويدز ولا لا، في بعض مش عارف يدخل قسطره ويسحب يشوف فيه فلويدز ولا لا، فلا كل دي مضيعه وقت طبعا. ثم بعد كده الحاجه المتطوره النيك تاجز، زي اللي هي اللي في رقبه البقره ديت، تمام، اللي هي البقره اللي تحت دي، ده نيك تاج بيربط الاكتيفيتي مع الرومينيشن، تمام، وبالتالي بيبقى عنده داتا معروف ان البقره اللي بتبقى في الشياع، حتى يقول لك ايه اول حاجه بيحصل فيها ايه، دروب في الملك. طب هو حصل لها دروب في الملك ليه؟ لانها ما كلتش، ان هي كل تفكيرها دلوقتي ان هي عايزه تتجوز او عايزه تطلق او عايزه فهي ما كلتش، فبالتالي بيحصل دروب في الملك. فبالتالي لما الاكتيفيتي بتاعتها تعلى، ده هنشوفه دلوقتي في البرنامج واحنا قاعدين بنشتغل عليه عملي، تمام، تقدر ان انت تعرف عن طريق دمج داتا الاكتيفيتي مع دمج داتا الرومينيشن بالظبط، هتعرف البقره دي بدات شياع امتى، وهتعرف انسب ميعاد تلقح فيه البقره امتى. وده مثال للبرامج دي، في برامج كتيره جدا جدا، ده البرنامج لذيذ وسهل اسمه اللي هو بتاع اولفليكس، تمام، ده بيعمل لحضرتك حاجه اسمها ريبرودكشن مونيتورنج، بحيث ان هو يسمح لك ان انت تجيب الداتا بتاعت الاكتيفيتي وتجيب الداتا بتاعت الرومينيشن والايتنج، وكمان لو في محلب يبقى حلو جدا جدا مع داتا اللبن، ويدمج لك الثلاثه دول مع بعض، وبالتالي يقول لك البقره دي شائعه بتبقى بنسبه 99.9 شائعه، تمام. طبعا مع البرنامج ده ان هو بيعرف لك الثلاثه بارامترز دول، تقدر ان انت بقى ساعتها ان انت البقر اللي مش محتاج ياخد هرمونز، تمام، او شاع وهو فريش، شاع وهو لسه في البلانتري ويتنج بيريود، ان حضرتك تتنبا الشياع اللي جاي امتى، وتقدر تعرف الشياع بتاع البقره دي هل هو قوي ويسمح ان انت تلقح البقره دي ولا لا. غير ان هو بيراقب لك البقره كل ساعه تقريبا او كل 5 دقائق، كل 10 دقائق، الداتا بتتبعت على طول على الانتنه والبرنامج يعملها، فالبقره اللي بتفكر تشيع هو بيجيبها لك على طول. بجانب ان هو يقدر يقول لك لو البقره دي مثلا شاعت النهارده وبعد كده ب5 ايام قامت شاعت، او بعد 11 يوم قامت شاعت، تمام، فبالتالي البقره دي سسبكت ان هي يكون فيها حاجه زي السيست، او اللي هي الحويصلات اللي بتبقى موجوده على الاوفري بتاع البقره. كمان البرنامج ده في البقر العشار، لما احنا متعودين في المزرعه ان احنا بنجس مثلا على 55 يوم وبنجس على 4 شهور، بعد ما بنجس على 4 شهور خلاص بتحط في بطنك بطيخه صيفي، والبقر ده يوم يروح حظيره بقى، لان هو البقر ده بعد كده انت بتجهزه، لو هو عشان على 5 شهور بتبتدي ان انت تعمله بادي كونديشن سكور، وتبتدي ان حضرتك تشوف هل البقره دي تخينه فمحتاجه تخس، فانا ممكن انقلها مثلا منخفض، او هي رفيعه جدا وانا مش عايزها، ان هي عايز اظبط لها البادي كونديشن سكور بتاعها قبل ما اجي اجففها على 7 شهور ونص او 8 شهور، او على حسب ما
مزرعه ماشيه بانهي سيستم، وده هنتكلم عليها في محاضره كامله، موضوع الدراينج بتاع الكاو، وفي ناس بتدفف بس 45 يوم، كل دي سيستمز صح ومن غلط هنتكلم عليهم وهنقارنهم بعد كده في محاضرات ثانيه. بجانب ان البرنامج ده هيجيب لك البقر اللي مشعش قبل كده، يقول لك يا باشا البقر ده مشعش قبل كده، فبالتالي هو ده البقر اللي يستحق مني ان انا اشوفه واشوف هو مشعش ليه، هل في نقص طاقه، هل البقره دي الليفر بتاعها متاثر، هل البقره دي فيها مشكله، فيها حاجه مثلا زي اديجنز او فيها حاجات من كده اللي بتظهر مع تطور الوقت، ومع او كان فيها ولاده صعبه فحصل اديجن، فالبقره الاوفرز بتاعتها حصل حواليها اديجنز فما بقتش بتشيع، طب بقره سمينه جدا ما بتشيعش. البرنامج ده هيقول لك بسرعه جدا جدا جدا، بخصوصا مع البقر الحلاب العالي اللي البرولاكتين فيه عالي، فبالتالي البقر ده اصلا بيخش في الهيت بالراحه جدا، وعلامات الشيع بتاعته ضعيفه جدا جدا جدا. فبالتالي البرنامج ده بيساعدك ان انت تشخص الحاجات دي، وبيساعدك ان انت تعرف البقره دي ايه انسب ميعاد للتلقيح بتاعها. واحنا كده خلصنا المحاضره النظريه، حاولت ان انا ابقى سريع، لكن احنا هنخش دلوقتي على العملي، على نموذج لبرامج اللي هي تحديد الشياع او مراقبه القطيع. زي ما حضرتك شايف انت بتفتح البرنامج كده اهوت، بيقوم يقول لحضرتك والله ده برنامج ديمو طبعا، لكن احنا هنستغله، بيقول لحضرتك مين البقر اللي في الهيت في القطيع عندك، بيقول لحضرتك مين البقر اللي عنده مشاكل صحيه، بيقول لحضرتك مين البقر اللي ممكن يكون التاجات وقعت من عليه، مش عارف ايه الحاجات دي كلها، تمام. لكن احنا اللي هيهمنا في المحاضره دي هم الثمان بقرات اللي هم الكاوز نيت، الثمان بقرات دول نبتدي ان احنا ندوس عليهم كده ونفتحهم. طبعا البرنامج يا دكتور محمد واضح قدامك؟ تمام؟ واضح. تمام. بنفتح مثلا البقره وهناخد كيس كيس لحاله بقره بقره. فمثلا عندنا في جروب 1 ده، تمام، في بقره اللي هي رقم 8، البقره دي رقمها 8 حظيره واحد، تمام. اول حاجه بص عليها ايه؟ ديز اللاكتيشن. طيب دي 33 ديز اللاكتيشن، ايه الرقم ده؟ يعني ايه ديز اللاكتيشن 33؟ معنى كده ان هي 33 ديز اللاكتيشن، يعني هي لسه في الفولنتري ويتنج بيريود، يعني هي لو مش شياع، لو هي شياع انا مش هلقحها. ليه؟ لان هي لسه في الفولنتري ويتنج بيريود، لسه اليوترس بيحصل له انفوليوشن، لسه انا مش عايز القحها دلوقتي، هي لسه ما جابتش البيك بتاعها، فالبقره دي انا مش هلقحها. لكن البرنامج اداني دليل وعلامه مهمه جدا جدا ان هي شاعت على 33 يوم، يبقى اذا انا لو حطيت على 33 يوم دول 21 يوم كمان، يبقى 33 21، ادي كده 23، ادي كده 50، واربع ايام يبقى على 54 يوم. يبقى البقره دي اكسبكتد ان هي هتخش في الشيع لوحدها، لان هي شاعت، فاذا هي ماشيه طبيعي جدا جدا جدا، هتشيع على اليوم ال 54 يوم. ولو انا فوتت لها ال 54 يوم، هتشيع لي بعد كده على كام؟ على حاجه و70 يوم، تمام. فاذا انا مطمن ان البقره دي هتخش في الشيع، فاذا كده انا اصبح عندي، تمام، داتا ان البقره دي، تمام، مستعده معايا ان هي تتلقح بعد كده. فاذا انا اطمنت على الترانزيشن مانجمنت بتاعي بتاع البقره وهي فريش، او هي لسه ما ولدتش وهي لسه في الدراي بيريود، واطمنت ان البقره دي بعد كده داخله معايا في الشياع. ثم بعد كده بيقول لحضرتك طبعا جابت قد ايه لبن متوسطه في الاسبوع ده، لو الكلام ده لو انت عندك محلب، لو مش عندك محلب مش هيطلع لك الداتا دي طبعا، تمام. لكن انا اللي يهمني ان هي شاعت. طيب اخش على البقره اللي تحتيها، دي دايز اللاكتيشن 126 يوم، تمام، فور بريدنج، فور بريدنج، مش واخده ان هي مثلا كالينج ولا اي حاجه، تمام. وادي متوسط اللبن بتاعتها، وجابت كذا في ال 24 ساعه، تمام، ومتلقحه قبل كده اربع برات. خد بالك بقى من الكلام ده، البقره دي متلقحه قبل كده اربع مرات وما مسكتش. طيب ما انا ابتدي بقى افكر واشوف ليه هي ما مسكتش، لقحها اربع مرات قبل كده. طيب اخر مره كانت في الشياع كانت من 24 يوم، دي نفهم منها ايه؟ نفهم منها حاجات كتير. لو الرقم ده كتير في القطيع، لو الرقم ده ان الشياع في بقر كتير جدا في القطيع بيخش على 24 يوم وتلاقيه شاع تاني، ممكن ان انت تراجع البروتين في العلف عندك، لو البروتين زياده بيأثر على الانفايرمنت بتاع اليوترس، بيزود اللود بتاع النيتروجين في اليوترس، تمام، فبالتالي بيغير البي اتش بتاع اليوترس، فبالتالي الحمل ما بيكملش، فتبتدي ان حضرتك تعمل تيست للميلك يوريا نيتروجين او للبلاد يوريا نيتروجين، بحيث ان انت تشخص المشكله،
طيب ما فيش عندي مشاكل، دي بقرة حالة فردية زي ما بيقولوا، يبقى انا ابتدي اخد البقرة دي واقوم دايس عليها كده وافتحها، ابتدي ان انا اجي عليها. تمام، اجي اخش على البقرة دي اللي هي 23 38 تمام، وافتح الجراف بتاعها. تمام، زي ما حضرتك شايف اهو، ادي الشياع اهو اللي قبليه كان يوم 5 12 تمام، من 8 ل 12 وهي ما اتلقحتش، مش عارف ليه ما اتلقحتش. اه اتلقحت اهي تحت، حصل لها فعلا بريدنج الساعه 7 الصبح. تمام، طب وهي بدات شياع امتى؟ بدات شياع من 8 الصبح ل 10 الصبح، لكن هنا هي اتعمل لها بريدنج 7 ام. هنا عندك بقى حاجتين، يا اما هي جابت شياع طبيعي والراجل ده ملقحها بدري وما صبرش على البرنامج لما يقول له هي تتلقح امتى. تمام، انا ممكن هنا او مكبر شويه الشاشه. تمام، زي ما حضرتك شايف هتعمل لها بريدنج وهي لسه في البيك، يعني ده الملقح هو السبب في ان البقره دي اتلقحت بدري جدا. تمام، دي حاجه من الحاجات اللي ابص عليها. طب ابص على الشياع اللي قبليه، الشياع اللي قبليه كان امتى؟ احنا قلنا ده كان يوم 5 12. ابص على الشياع اللي قبليه كده، ارجع اهي الشياع اللي قبليه اهو، كان يوم ايه؟ كان يوم 19 4 وعمل له اجنور. قال اجنور بقى عشان حاله صحيه، دي مش موضوعنا في المحاضره دي، لكن طب ليه مثلا ما كانت شايعه انت سبتها ليه ما لقحتهاش؟ شوف هو ضيع لك ايام قد ايه. تمام، خش على الشياع اللي قبليه، شوف لازم تبص كده فاهم اهو. كانت ساعتها عيانه اصلا البقره، كان في لا كان مسحوب منها عينه دم. تمام، لكن انا بستكشف زيكم الداتا زيكم. تمام، واحد برضو 7 الصبح. تمام، ممكن يكون تسجيل لكن هنا بص حصل بيك للاكتيفيتي هنا، وبعد كده البيك ده مرتفع تاني، فاذا هو ساعتها ما التزمش بالبرنامج اللي قايل له يلقح الساعه كام، فبالتالي البقره ما عشرتش. طيب، فبالتالي ان انا لو دخلت بقى على الشياع الجديد اللي هو اخر شياع بقى عندي اللي هو ده، تمام، وابتدي ان انا اكبر كده واشوف الدنيا فيها ايه. تمام، بص البقره دي كانت في هاي اكتيفيتي الساعه كام؟ الساعه 6 الساعه 6 تمام او 8. تمام، ابتدي ان انا امشي معاها. لا لسه. طيب حلو قوي، بص اهو ده اقل شيء اهو، بدا الاكتيفيتي بتاعتها تنزل. يبقى انا عندي هنا ايه؟ لازم ابقى عارف ان البقره دي او مراجع لها تاني على ايه؟ على الهيت اند بتاعي، وارجع ابص على البقره تاني بتاعتي اهي اللي هي 23 38. تمام، ليز فروم لاست بريدنج ويندو بتاعها نيجاتيف 1، البقره دي اتاخر عليها في الشياع. ليه؟ لان انا عندي بريدنج ويندو ده يا جماعه بيبقى من اول 25 ساعه اللي هي بيبتدي ان هو اول ما توصل للبيك اكتيفيتي بتاعتها عند ال 25 ساعه بيبتدي ان هو ينزل. بالتالي انا احسن كونسبشن هاخده اللي هو من ال 18 ساعه لل 13 ساعه او ال 12 ساعه، ده افضل كونسبشن ريت هاخده في الفتره دي. طب هي البقره دي ما تعمل لهاش بريدنج حتى هذه اللحظه، فالبقره دي اتاخرت، فاصبح كده ان البقره دي ضاعت عليا. فانت حضرتك شايف يا دكتور محمد الموضوع عامل ازاي؟ بيجيبها بالمل يا دكتور. بالظبط، بيجيبها لك بالساعه، فبالتالي انت ايه؟ انت مش عارف محتاجه لبدايه الشياع، عارف بدايه الشياع امتى وعارف نهايته امتى بالساعه بالظبط. تمام، بالظبط، كل ساعه بيطلع لك تقرير زي ده. طيب بقره زي 148 الهيت اندكس بتاعها عالي، لكن برضو الملقح اتاخر فيها لان البريدنج ويندو بتاعتها بتاعتها كويس، هل هو لقحها ولا لا؟ نبتدي ان احنا نفتح البقره واشوفها اتلقحت ولا لا. ما اتلقحتش، كل دي خسائر للمزرعه، ما بالك ده بسيستم راكب. تمام، يعني ده بسيستم راكب، ما بالك بقى بسيستم مش راكب اصلا، هتجيب ازاي الحاجات دي كلها؟ فاصبح الموضوع طبعا هو عشان برنامج ديمو فهو مش مبين داتا كتيره، وما عندناش يعني داتا كتيره. تمام، لكن انا بفرج حضرتك الايه الاوبشنز اللي انت تقدر تجيبها. يبقى انت عندك هنا حاجه اسمها بريدنج ويندو، وعندك حاجه اسمها هيت اندكس. هيت اندكس دي يعني قوه الشياع، بمعنى تعالى نفتح مثلا بقر المزرعه وناخد في كل بقره كده في المزرعه نشوفها ايه عامله ايه. البقر اللي هو
اللي تشخص ان هو ايه، ان هو بريجننت، هل هو عمل ايه، ونشوف السكسس ستوري اللي عليه اللي عليها. اهي بنشوف مثلا البقره دي، هو بيجيبها لك في الشيع كل مره كل مره، لكن مفيش هنا داتا، عشان ده برنامج ديمو زي ما قلت لحضرتك. المره الجايه ان شاء الله هحاول ان انا اجيب برنامج يكون دي مثلا بقى، دي بقره حاول ان احنا نجيب حاجه تكون اتثبت ان هي شيع، او ممكن اقفل البرنامج واسطبه تاني. ممكن اعمل بوز، لا ثواني مش هعمل بوز، ممكن اعمل بوز ريكورد. فطبعا زي ما احنا شايفين احنا ايه، البرنامج ده خلى لي المزرعه كتاب مفتوح، بحيث ان انا اقدر اعرف كل بقره بتشيع الساعه كام، اقدر ان انا اجيب البقره على طول عن طريق البريدنج ويندو بتاعتي، اللي احنا زي ما احنا اتفقنا ان هو من البيك بتاع الاكتيفيتي بتاعي يبتدي ان البرنامج يعد 25 ساعه بس بالسالب، يعني 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 كده. البريدنج ويندو اكتر حاجه على حسب كل مزرعه بقى البريدنج ويندو بتاعتها عامله ازاي. كل مزرعه تشوف تجرب هي لما بتلقح على عدد الساعات دي تمام، او في مثلا على 16 ساعه على 15 ساعه، في مزارع بتحقق نسبه حلوه جدا على 13 ونص ساعه، في مزارع بتحقق على 16 ونص ساعه. بقره مثلا زي اللي احنا شفناها دي 24 دي بتيجي على الشياع كل 24 يوم، فاذا البقره دي ممكن ان انا ابتدي ان انا اخر التلقيح شويه، ممكن ان انا وهي شياعه ابتدي اديها جرعه ريسبتال وهي شايعه وهي في الستاند اديها ريسبتال، بحيث اني احفز اليوتنايزنج هرمون، فبالتالي ان انا اعلي فرصه ان هي تمسك اكتر وهكذا. والهيت اندكس بحيث ان انا اشوف قوه الشياع ده، لو بقره اول مره تشيع لكن الهيت اندكس بتاعها تحت ال 70 تمام، لا ما لقحش ساعتها، لا ده انا ده انا ده انا لا ممكن افوت لها الدوره دي، اوفر التلقيحه بتاعتي تمام، اديها فرصه البادي كونديشن سكور بتاعها يتحسن اكتر تمام. طب بقره لقيت الهيت اندكس بتاعها عالي والفتره بين ومظبوطه بين الاثنين، ده دي بقى حلوه. طب هو جابها لي مثلا بعد التلقيح ب 11 يوم لكن الهيت اندكس بتاعتها قليله، بس هي جايه شاع، انا ابتدي احط في دماغي ان البقره دي لو شاعت مره كمان بعد كده لا ما لقحهاش، ابتدي ان انا اعالج السيست اللي فيها او الانوفيولاتري فوليكل، دي الحاجات دي كلها هنتكلم فيها بعد كده في المشاكل التناسليه. برضو نفس الكلام، بقره من اول في ريبورت هنا، في ريبورت كثيره جدا جدا مثلا تقول لك البقره الانسترس، البقره اللي ما شاعتش قبل كده، بالتالي البقره دي اطلعها وابتدي ان انا افحصها اشوف مشكلتها ايه، ليه هي دي اللي تستحق جرعه الهرمونات، والباقي اللي مش محتاج هرمون ما ادلوش هرمون بس كده. يعني يا رب يا محاضره سريعه عشان عارف ان في ماتش شغال والناس طلبت ان انا يعني ابقى سريع. يعني لو عندك اي اسئله او اي حد من الشباب عنده اي اسئله اتفضلوا. تمام يا دكتور محمد. تمام ماشي ماشي شباب، يلا اشوفكم على المحاضره الجايه ان شاء الله، وهبعت المحاضره دي دلوقتي حالا على الـ على الـ على الجروبس. يعني شكرا لحضرتك. شكرا.